اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده مع برنامجكم السنه 10 مساء. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم. لو انا مثلا في الاول حطيت نفسي مكان طالب منكم وفكرت بنفس تفكيره حاليا، يعني معظم الناس بيفكروا التفكير اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ده حاليا بيفكروا كده، بيفكر في ايه؟ بيفكر ان هو ضايع، ان هو خلاص السنه اتسحبت منه، السنه بالنسبه له انتهت، حس ان هو ضايع في كل المواد، في اجزاء كتير في المنهج ما ذاكرهاش، في اجزاء متراكمه عليه، في دروس كتير قديمه ما ذاكرهاش، هو جاي يذاكر دلوقتي او قاعد على الكتاب بيفكر في اللي هو ما ذاكروش القديم شغله، فلما يجي يفتح ويذاكر جديد نفسه تتسد، ينام، يقفل الكتاب، يضيع وقت، يمسك التليفون، حس ان مجهوده ضاع، حس ان هو متاخر قوي على الناس اللي حواليه، حس الناس كلها سابقاه هو الوحيد اللي ورا متاخر، حس ان السنه خلاص بالنسبه له انتهت وضاعت منه مش هيجيب مجموع، حس ان تعب اهله كله ضاع على الفاضي. تخيل ده كله شغال جوه دماغك، يعني انت عمال تفكر في ده وعمال دايما بتفكر فيه بحيث ان انت حتى مش عارف تذاكر الجديد اللي انت خدته، وشغلك بالقديم طول ما انت مشغول بيه بتشغل او شغل دماغك بالماضي مش هتعيش الحاضر. طيب والحل؟ عايزين حل الموضوع ده. انا عايز حل المتراكم عليا. النهارده حلقه هتكلم عن الاجزاء المتراكمه عليك، انت ازاي تلمها او ازاي تذاكرها بحيث تفضل مواكب الجديد مع القديم وماشي مظبوط طول السنه. طب خلينا نتكلم بالمنطق كده. الكلام اقوله ده هيزعل الناس شويه مني، بس الكلام ده معلش كلام حقيقي، ولو ما سمعتش كلامي دلوقتي هتيجي في وقت من الاوقات تندم لما تلاقي نفسك في شهر واحد او شهر اتنين او شهر تلاته خلاص انت قدام الامتحانات على طول، مدرسين بداوا يراجعوا، مبقاش في وقت بقى ان انا اذاكر القديم، ده انا عايز اراجع، ده انا عايز اذاكر الجديد، ده انا عايز باظت الدنيا بالنسبه لك. فصدقني الكلام ده هو كلام المنطق الصح. خلينا نتكلم بالمنطق والصح، حتى لو الصح والمنطق ده هيزعل الناس، بس هو حقيقه والحقيقه دايما بتزعل الناس لانها مش على مزاجهم. طيب انت راجل في ثانويه عامه، عندك السنه دي كام ماده؟ انا طالب ثانويه عامه عندي خمس مواد. خمس مواد، ايه اللي بيخليك تروح درسين في كل ماده؟ ايه اللي بيخليك تروح ثلاث دروس في كل ماده؟ لو انت بتروح درسين في كل ماده او ثلاث دروس في كل ماده بتستفاد من الدرسين؟ قاعد في واحد مركز وفي الثاني مطنش ومكبر دماغك، طب وليه؟ والوقت اللي بيضيع منك ده هتفضل لحد اخر السنه على كده، لحد في الاخر ما تستكشف اللي انت كنت بتضيع وقت في درس من الاثنين دول، وتستكشف ان انت المفروض تقعد من واحد منهم. طب ما انت في الاول اهو، ايه لازم انت تروح درسين في كل ماده؟ يعني مش فاهم ايه المنطق. ايوه الناس ماشيه بمنطق، ايه ده صاحبي كان بيعمل كده، ده ابن عمتي بيعمل كده، ده قريبتي بتعمل كده. طب انت مالك ومال الناس دي؟ هو انت لو ما عملتش كده هنتف عليك مثلا، او هنقول الواد اللي ما بيروحش درسين اهو، او انت هتسقط مثلا كده خلاص، انت خلاص بتروح درس واحد. طب مالك تروح درس واحد في كل المواد؟ احنا ايامنا احنا ما كان في درس في كل المواد، وكان ايه؟ كان كل ماده لها مدرس واحد، سواء عجبك او ما عجبكش ما فيش غيره. كان الاعتماد الاكبر عليا انا مش على المدرس. المدرس بيوصل لك المعلومه، المدرس بيفتح لك الدنيا، وانت الجزء الاكبر عليك انت. لو المدرس بيديك 10% من الماده 90% عليك، انت المفروض تحل مع نفسك وتجاوب مع نفسك وتجمع الدنيا مع نفسك وتحاول تفهم نفسك الاجزاء، يعني وتحاول مره واثنين وثلاثه. لكن الناس دلوقتي ما فيش كلام ده، معتمد على المدرس بنسبه 100%. المدرس ده لا يروح معاك البيت يجيب لك الماده من معلقه يحطها لك في بقك ويمسح لك بقك بعدها، ويخش معاك اللجنه يقعدك ويحميك ويشطفك ويروقك وبعدين يحل لك كمان. ده اللي انت مستنيه من المدرس. طب وبعدين لو انت هتروح يعني درسين في كل ماده وقتك ضاع، ثلاث دروس في كل ماده ما شاء الله في اربعه، يا نهار ابيض ده احنا بنعلي على بعض. طب واخرتها ايه لما اروح درسين في كل ماده وثلاث دروس في كل ماده؟ ما هو الوقت بيضيع. فانت عشان تلم متراكم لازم يبقى عندك وقت. الانسان الناجح بيعرف قيمه الوقت، الوقت هو اللي هيسعفك. لو هتبص على العالم اللي حواليك كله، العالم كله بيحاول يسرع موضوع الوقت، بدل ما هاخد الطريق ماشي هركب عربيه هوفر في الوقت. حتى الاختراعات الجديده اللي بتحصل اليومين دول كلها بتوفر في الوقت، تليفون بيوفر في الوقت، حاجه بتوفر في الوقت، بدل ما اسافر مشاور طويله عشان اشوف حد ممكن اكلمه صوت وصوره دلوقتي على التليفون، ده كله كان بيوفر في الوقت. فانت بالنسبه لك الكنز الاكبر هو الوقت، فانت لو معاك وقت تعرف تلم المتراكم، ده شيء بسيط. يا معايا وقت ازاي يا مستر؟ مش عارف. لا ده كله مش عارف. يعني انت لما توفر في موضوع الدروس ده ودرس في كل ماده مش كويس؟ ايوه كويس. لو مثلا عندك خمس مواد بخمس دروس طب ما حلو. لو انا عندي خمس مواد بخمس دروس يبقى انا عندي وقت فاضي انا اذاكر فيه. اقول لك بقى، لو انت عندك خمس مواد، خمس مواد حلوين، لو انت حاولت تفضي يومين في الاسبوع وليكن مثلا هتفضي يومين اثنين وخميس، حلوين. لو فاضي اثنين وخميس كويس، فاضيين نهائي ومعاهم الجمعه، يا الجمعه يا مستر عندي في امتحانات مش مشكله، خلي جمعه الامتحانات ده على جنب، انت كده هتذاكر الخميس، او مثلا بتكون محضر نفسك في المذاكره مثلا اجزاء طول الاسبوع.
طب دلوقتي مثلا متراكم معايا دروس في الفيزياء ومتراكم معايا في الكيمياء ومتراكم معايا في الاحياء والجيولوجيا وحاجات كتير قوي، طب اتصرف ازاي في الحاجات دي؟ ازاي الم الحاجات دي من دلوقتي؟ طب سهل، المتراكم ده انت هتبذل مجهود شويه بس يكون عندك اراده واثق في نفسك ان انت تعرف تلمه وتعرف تتجاوزه. بمعنى مثلا انا هحاول اوفر وجهه نظر، انا هحاول اوفر في اليوم 3 ساعات، ساعتين او 3 ساعات. الثلاث ساعات دول هعملهم الاجزاء المتراكمه عليا في القديم، وعشان توفر الثلاث ساعات لازم يكون عندك 5 مواد بخمس دروس، مش ب10 مش ب20، لا 5 مواد ب5 دروس. خليك واثق من نفسك شويه، واللي انت محتاجه اصلا جنب المدرس اللي انت تاخد معاه عندك اليوتيوب مليان، قلت 100 مره الكلام ده، انتوا اللي ما بتحاولوش تستوعبوا. انت ماشي بمبدا انا ابن خالتي بيروح 10 دروس يبقى لازم اروح 10 دروس، ده مبدا ثابت ما ينفعش اكسر القوانين. قوانين ايه وزفت ايه؟ قوتك اللي بيضيع ده هاجي بعد كده اكتشف ان الوقت كان بيضيع على الفاضي، اكتشف ان خلاص ضيعت الوقت، اكتشف ان الامتحان كمان 2 3 وانا مش عارف حاجه، مش مجمع حاجه في الماده، ذاكرها مره واحده بس، اخش الامتحان اعجن الدنيا، اسقط. لا مش هتسقط، هجيب مجموع، مجموع تعبان، تخش بيه كليه مش كويسه، ما كانتش يعني فيش كليه مش كويسه، بس الكليه ما كانتش في رغبتك انت، ما كنتش عايز مثلا تخش اداب، كنت عايز تخش تجاره وحقوق خدمه اجتماعيه مش عارف ايه، كنت عايز تخش طب، كنت عايز تخش مثلا صيدله، وتلاقي حلمك ضاع، وتلاقي اهلك زعلانين من اللي بيحصل ده، لانك انت ما اثروش معاك في حاجه، يعني مصاريف عايز 10 دروس كان بيدوك، يعني انت حتى ما رحمتهمش، فبالنسبه لهم المفروض يا بص خلاص انت طول السنه مهنيك ومقعدينك ومش عارف ايه، واخر السنه بتتمرقع وما جبتش مجموع عدل، لا تضرب الجزمه على طول، تستاهل. طيب لو انت وفرت في اليوم 2 أو 3 ساعات حلوين اللي انت تلم فيهم متراكم، طيب اما تيجي بقى تذاكر في الثلاث ساعات دول ما تبقاش غبي، ما تجيبش بقى الدرس وتذاكر وتروح تحل الاسئله الصعبه اللي عليك تتعقد اكتر، انا مش عارف حاجه ارمي الكتب نام، لا انا اجيب الدرس اذاكره، اذاكره واحل الامثله المحلوله بس واحده واحده، ده اول مره بالراحه اتعامل مع الدرس بحنيه شويه. بمعنى هات الدرس ذاكره لخصه في ورقه، حلو انت معاك 3 ساعات خلي بالك مش قليلين، هتلخص الدرس، قوانين الدرس مثلا لو في قوانين معادلات كيمياء، لو في معادلات نقط مهمه مثلا، لو احياء نقط مش عارف ايه، رياضه قوانين مش عارف ايه، عربي اجزاء معينه مهمه، المهم انت لخصت الدرس ده، حل الامثله المحلوله اللي عندك او المستر حلها معاك في الحصه اللي انت حلها موجود قدامك، بحيث لما تغلط تعرف انت غلطان في ايه، بس كفايه ما تزودش، يا مستر ده اسئله كتاب الامتحان، ده اسئله كتاب مش عارف، يا عم اسمع الكلام ما تزودش، لو انت قابلت سؤال صعب يحبطك اكنك صفر تبدا من الاول تاني، لا بلاش، خلي الكلام ده في المرة التانية او في المرة التالتة لو هتراجع بعد كده قدام، يبقى افتح اكتر بس يبقى عندي ساعتها خلفية عن انا ذكرته قبل كده، مش اول مرة اتعامل معاه. طيب لو انت قعدت على النمط ده، تخيل لو انت قعدت شهر على النمط ده، بلاش الجمعة في الحسبان، الشهر مثلا 30 يوم شيل منه 4 جمعة يبقى كده كام؟ 26 يوم مثلا، 26 يوم عندك في كل يوم 3 ساعات، هتعرف تلم فيهم اللي انت عايزه. لو مسكت كل يوم 3 ساعات درس معين ذاكرته لخصته حليت عليه الامثله المحلوله اللي حلها موجود معايا، ايه بقى الحل بالنسبه لك او الموضوع بالنسبه لك بقى اسهل شويه، بقى اسهل شويه، هتلاقي نفسك بقيت اطمنت اكتر، حتى لما اجي اذاكر الجديد هذاكره وانا مطمن انا بلم معاه في القديم، فمش خايف، فالدنيا بالنسبه لي سهله. فانت عشان تعمل كده محتاج وقت، الوقت بالنسبه لك عباره عن كنز، لو انت ما فكرتش تستغل الوقت اللي معاك صدقني انت مفروض يعني بتقعد على الفيس، بتقعد على الواتس، بتقعد على انستا، تليجرام، تيك توك، شوف بتقعد كام ساعه وبيضيعوا، وفي الاخر تندم ان انت ضيعتهم. طب ماشي، ما هو الساعات اللي انت بتضيعها دول ممكن تستغلهم. انا ما بقولكش ما تقعدش على الحاجات دي، بس خلي بالك الحاجات دي كلها اصلا معموله ليه؟ عشان تضيع وقتك انت، عشان تشغلك عن حياتك العاديه، حياتك الطبيعيه، تشغلك عن حياتك الطبيعيه. حتى في حاجات ممكن تحبطك كمان في الحاجات دي، يعني تعرض للكلام ده ممكن يحبطك. فالافضل ماشي، ما بقولكش ما تقفلش على نفسك، ماشي خصص لنفسك في اليوم ساعه ساعتين، بلاش ساعتين كتير، ساعه رفاهيه، ساعه رفاهيه، خش على الفيس، خش على الواتس، خش مش عارف ايه، كلم صاحبك مش عارف ايه، اعمل اللي انت عايزه، بس بجانب كده تبقى الساعه دي انت واخدها وانت مطمن ان انت ما وراكش حاجه، مطمن ان انت اللي وراك كله ملموم ولمه اول باول. المتراكم مشكله عند الناس كلها، مش عندك انت لوحدك، عند الناس كلها، مفيش حد ما بيراكمش عليه، حتى الشاطر مراكم عليه دروس، فبس الشاطر بيعرف يتعامل بذكاء مع موقف، بيعرف يلم الدنيا من غير ما يشتكي او من غير ما يبان عليه او من غير ما ياثر على مستواه. الراجل ده فاهم وعارف مصلحته، فانت لو عارف مصلحتك هتبقى عارف ان الوقت بالنسبه لك ده عباره عن كنز، ما ينفعش يضيع الوقت، ما ينفعش يضيع، لان لو ضاع ارجع اندم عليه بعد كده، طول ما انت معاك وقت هتحارب. انت في شهر 2 أو 3
هتتمنى ان اليوم يكون فيه 50,000 ساعة مش 24 ساعة بس، عشان تبقى ساعتها عايز تذاكر، عايز تلم، عايز تلحق تلم. طب ما انت دلوقتي اوقات لسه شرح 11 بدري شوية، طب ما انت ممكن تذاكر وتلم من دلوقتي. المتراكم لو زي ما قلت لك مشيت بالمبدأ ده، بس يكون عندك ارادة اللي انت تعمل كده، اللي انت يكون عندك كل يوم 3 ساعات، 3 ساعات كل يوم هعمل كده، 3 ساعات انا مش هكسل في يوم او مش هطنش في يوم، هتكع على نفسي، هتعب في شهر وارجع استريح بعد كده، هتعب في شهر وارجع استريح بعد كده. نفسيتي لو مرتاحة هعرف اذاكر وانا مرتاح، نفسيتي لو مشغولة باللي متراكم عليا وبالقديم دايما يبقى عندي احساس ان انا ضايع، دايما عندي احساس ان انا هسقط، اللي حواليا سابقني، هضيع تعب اهلي كله على الفاضي. فبلاش يا جماعة موضوع درسين في كل مادة ده، انا ما برجحش الكلام ده خالص. انا مش عارف الناس ماشية بالمبدأ ده ليه، انا مش عارف ايه وجه الاستفادة، انا مش عارف ايه وجه الاستفادة لما واحد يروح درس ويغير على مدرس تاني ومدرس تالت ورابع. طب انت عملت ضعف نفسك كده، صدقني اخر السنة كان نفسك ضايع. اثبت مع مدرس واحد، وبلاش يكون مدرس بعيد عنك تسافر له كتير وتروح وتيجي، لا خلي المدرس يكون قريب منك، وخلي المدرس دايما انت تختار تروح عنده درس تعرف تتناقش معاه، لو في جزء مش فاهمه تعرف تتكلم معاه. ما تروحش في مجموعه فيها 10,000 واحد عشان تاخد شرح بس المدرس، انت تاخد شرح بس المدرس، ما هو الناس كلها بتشرح، لو انت في جزء مش فاهمها في وسط 10,000 دول مش عارف تسال، هتبقى مكسوف تسال. انا مش بحارب موضوع الدروس الخصوصيه والسواتر ولا حاجه يا جماعه، عشان ما حدش يفهمني غلط، يعني دي كلها ارزاق بتاع ربنا، بس انا بتكلم انت كطالب خد مصلحتك، انت راجل رايح درس بتدفع فلوس اخر الشهر، طب ماشي، ما انت ليك مصلحه مع المدرس، انت لو في جزء مش فاهمه يشرحه لك يوضحه لك، مش تبقى بتتلقى بس منه وخلاص واللي خدته تركنه ومش عارف ايه، لا حاول تتناقش. يعني طول ما انت بتقرب المسافه بينك وبين المدرس هتلاقي نفسك بتحب الماده اكتر، بتعرف تتكلم معاه، بيعرف يوصلك المعلومه باكتر من طريقه مختلفه تفهم منه الاجزاء اللي انت عايزها. فالمدرس لو هو قريب منك حتى في المسافه، لو قريب منك في المسافه هتوفر وقت، بدل ما اسافر بلد ثانيه اخد درس وارجع، رايح وراجع بذلت مجهود، رايح تعبان مروح تعبان من المواصلات وقرف المواصلات، هرجع البيت اكل لقمه وانام، انت كده بتضيع وقت. لكن لو الدرس في بلدك اللي انت في القريه اللي انت ساكن فيها او في المدينه اللي انت قاعد فيها قريب منك، هتروح تاخد درس وتروح، رايح حتى رجليك وراجع، موضوع بالنسبه لك ايزي، كانك خرجت تجيب حاجه من بره وراجع، يعني مش هيضيع منك حاجه. كمان لما تيجي تروح مثلا تذاكر او بتاع مش تبقى تعمل ولا حاجه، يعني حتى لو هتريح شويه وبعد كده تذاكر بعدهم مفيش مشكله. صدقني اهم حاجه عندك السنه دي هي الوقت، حاول ما تضيعش الوقت عشان ما ترجعش تندم عليه بعد كده، حاول تمشي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، حاول تجرب، انت مش خسران حاجه، انت مش عندك حاجه تخسرها دلوقتي، انت دلوقتي لو استمرت على اللي انت فيه خسرت كل حاجه. لكن لو حاولت تجرب اللي قلت لك عليه، خد 3 ساعات كل يوم تلم مفهوم الجزء القديم المتراكم عليك، وزي ما قلت لك ما تعقدش نفسك بالاسئله الصعبه، لا حل اللي عليك بس، حل الاسئله المحلوله اللي معاك حلها، بحيث تعرف لو غلطت تعرف انت غلطان في ايه. ابدا مع الموضوع الاول واحده واحده، خليك حنين على الماده تبقى حنين عليك. اتمنى ان تنفذوا الكلام ده، وراحتكم بقى اللي مش هنفذ يعني لما السنه تجري شويه ونوصل اخر السنه هرجع افكركم، انت لو ما سمعتش الكلام، انت ما سمعتش كلامي، انا كنت بقولك الحقيقه وانت ما سمعتش كلامي، ما ترجعش تندم اخر السنه، ما ترجعش بقى تعيط يا ريتني كنت سمعت كلامه، ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني، براحتك بقى، انا قلت لك ودي حقيقه، وانت ودماغك تسمعها او ما تسمعهاش. ان شاء الله بكم المره الجايه مع حلقه جديده، اسبوع الجاي.